هسه عندنا الفيزيكال بروبرتيز ما جبسون ماتيريال حتى نحصل الميكسينج، يعني لازم نسوي له ميكسينج اكيد حتى نحصل على فد الماس القوي اللي راح نشتغل بيها. نحتاج انه نسوي ميكسينج بين الباودر ووتر. هذا الميكسينج بنوعين، اما يكون مانوال يعني يدوي، اما يكون لا ميكانيكي. ميكانيكال ميكسينج اللي يكون بجهاز مثل اللي مخليه الصوره مالته لكم، تخلي بيه هنا بهذا الجوا الكونتينر الجوا، تخلي هنا الباودر والليكويد، الباودر يعني والووتر، هو يسوي ميكسينج. هذا عملية الميكسينج هذه ميكانيكيا راح تقلل من السيتينج تايم، تزيد من القوة مالته، تقلل من اللزوجة اللي ناتجة، وأيضا تقلل من احتمالية التمدد مالته. كومبرسيف سترينث اذا تذكرون اخذنا باول محاضره السترينث اللي هو كان تعريفه انه هو ريزيستنس تو فراكتشر، قوه الماده. كومبرسيف يعني اللي تتحمل القوه الضاغطه، مثل ما قاعد اشوف بالصوره. هذا الكومبرسيف سترينث مالت الجبسون ماتيريال هو تتناسب طرديا مع الدراينس مالته، يعني هو يابس او لا قد ينشف. فالجبسون ماتيريال هي يصير بها ست مبدئيا، اول ربع ساعة نص ساعة صار ست، بس تبقى ما توصل القوة مالتها التامة الا ورا ما تنشف تماما، اللي هي عادة تحتاج 24 ساعة حتى تنشف، ومرات تحتاج 7 ايام حتى تنشف تمام. المسامية بوروسيتي انست ماس ديكريز سترينث، فتقل القوة كل ما زادت المسامية داخل الفويدز، يعني اذا اكو اير انترابمنت هو جوا داخل المادة اكيد يقل القوة مالتها. القوة تتأثر بقوة المادة تتأثر بشكل خليت باودر للليكويد. المفروض عادة مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة من حكينا على الكومبوزيت وحكينا على السيمنس، قلنا دائما لازم نتبع المانيفاكتشرر انستراكشن، يعني شو يقول لنا مكتوب بالليفلت مالته اللي يجي ويا الباكيت مكتوب عليه خلي هالقد باودر هالقد ليكويد، انت تتبع مثل ما هو يقول، يعني هذا اللي راح يطلع لك القوة الافضل. فانت كل ما زيدت ووتر، واحد من يما يزيد ووتر كل ما اكيد خفت القوة قلت قوة المادة. التنسر سترينث يعني قوة السحب، قوة الشد. نشوف انه التنشن يكون ضعيف، المادة ما تتحمل السحب، فالكمبرسيف سترينث اقوى من التنسر سترينث بعشر مرات بالنسبة للجبسون برودكت، لان هو مادة بريتل يعني هشة. هشة مو معناها ضعيفة، هشة معناها تنكسر بالسحب، ممكن بدون انه ما بيها الاستيسيتي. زين السيرفيس هاردنس مالته، نتذكر شنو تعريف الهاردنس الصلادة، قلنا معناه تذكرون اللي هو resistance to scratch او resistance to penetration، يعني قوة السطح مالته، ما له علاقة بقوة المادة كلها، وانما فقط بقوة السطح، اللي هي طبعا كلش مهمة بالنسبة لشغلنا، لانه انت قاعد تشتغل اكثر شغلك ما تريد يشخط، خصوصا اذا قاعد تشتغل كراون بريدج، يعني تريد السيرفس كليته نظيف ما يتشخط من تشتغل. فالسيرفس هاردنس ايضا تزيد كل ما زادت الدراينس مالته. بعد ممكن نزيد السيرفس هاردنس شلون، بانه نخلي له ماده رزن، ماده راتنجيه، فتيجي شلون تشبه صبغ الاظافر، تخلى عليه ويصير بها بوليمرايزيشن هي، وتقوي بدون ما انه تضيف له ثيكنس، يعني الثيكنس اللي يضيف له جدا قليل بحيث ما تنحسب، مجرد تدخل هي تتغلغل بالمسامية مالت الجبسون ماتيريال السطح مالته وتقوي السطح. شنو فائدتها؟ ليش اريد هاردنس؟ لانه قاعد اشتغل اني شغل كلش دقيق، يعني بالمايكروميتر، انه انا ما اريد شخوط عليه حتى يطلع لي الشغل الكرام والتلبيسة، مثلا اذا قاعدة تسوي فينير حتى الشغل يطلع مضبوط.
اذا خلينا مواد على الجبسون ماتيريال مثل الواكس اويل الجليسرين، هاي راح تزيد، ما تزيد قوه، تزيد امكانيه الكارفابيلتي، يعني بالعكس تزيد امكانيه انه ينشخط، او انت اذا مثلا تحتاج انه تغير من الشكل مات الماده تخلي عليها واكس حتى تغير شكل الكاست. تحتاج مرات مثلا اذا تشتغل ريموفابل بروسيسز. زين، سيتنج اكسبانشن، من يصير بي سيت الماتيريال يصير بيها تمدد الجبسوم اكسباند كل انواعها. طبعا يعتمد هذا التمدد على جيد مخلي ووتر تو باودر ليكويد ريشيو، وشنو مخلي المانيفاكتشر الاديتيفز اللي مخليها اللي تاثر على الاكسبانشن. اكو الجبسون ماتيريال بيفد خاصية انه اذا صار بيسات تحت المي راح يصير بي ما يسمى بالهايجروسكوبينج اكسبانشن. هايجروسكوبينج اكسبانشن يعني تبدد كلش كبير، يصير ممكن يوصل الى 100% اذا صار بيسات تحت الماء. هذه الظاهرة احنا عادة ما نخلي الجبسون ماتيريال تحت الماء، شيء اكيد، بس هي ظاهرة متعلقة بالجبسون فلازم نذكرها حتى نعرف انه هو به شيء. يعني انت الجبسون ماتيريال احنا اني بطب الاسنان ما اخليه جوا المي حتى يصير به التفاعل، اعوفه برا على البنش. بس بالمختبرات يعني بدراسة المادة وحدها اذا تريد تدرسها مو بطب الاسنان راح نشوف انه هو به هاي الخاصية اللي هي الهايدروسكوبيك اكسبانشن. يعني شنو هذه؟ تتفاعل، اذا تفاعل صار به سيت الماتيريال تحت الماء راح يكبر كلش لدرجة انه ممكن يوصل حجمه 100% يزيد. زين، ولا ما يصير ست الماتيريال مو يصير بي ستنج، دي يصير بي ستنج يعني دي يتصلب، يصير بي ستنج يصير بي اكسبانشن تمدد، تصلب كمان خلاص بعد زيرو دايمنشنال تشينج، لا يصغر ولا يكبر بعد ما بي اي تغيير بالحجم. السيتنج تايم شنو هو؟ هو الوقت من بداية الميكسينج إلى أن يصير بها الماتيريال يصير سيت تصلب هاردنز، يعني يصير قوية. الأشياء اللي راح تأثر لنا على السيتنج تايم، عندنا أول شيء السباتشوليشن. سباتشوليشن يعني من جاي من كلمة سباتشولا، خدتوها أكيد شفتوها بالمختبر، السباتشولا اللي هي هاي الأداة اللي نسوي بها ميكسينج. فكل ما تسوي ميكسينج أكثر سرعة أكثر راح تقلل من السيتنج تايم، يعني تزيد من التفاعل. ليش؟ يعني هو انت راح تؤدي الى انه هواية يعني سو اكسبوجر للووتر بالليكويد فيصير التفاعل اسرع، بالتالي يقل السيتنج تايم. الووتر تمبرتشر ايضا مهمة على السيتنج تايم. ليش؟ يعني هو التفاعل عرفنا انه هو التفاعل باعث للحرارة مو؟ زين، اذا خليت له الووتر حار، هسه احنا مبدئيا اذا الووتر درجه حرارته 0 او درجه حرارته 50، 0 الى 50 ليتل تشينج بالسيتنج تايم، ما راح نشوف كلش هوايه فرق بالسيتنج تايم. بس اذا درجه حراره المي اللي دا نسوي بيه ميكسينج اكثر من 50، كل ما اخلي كل ما راح يصير بالسيتنج تايم وقت التفاعل ايش تتوقع؟ راح يقل لو يزيد الوقت التفاعل؟ وقت التفاعل يزيد لانه هو اكزوثيرميك رياكشن. تمام، كل ما زيدت بعد درجة الحرارة الماء اكثر كل ما يزيد وقت التفاعل، الى انه لما يصير درجة حرارة الماء 100 يصير وراها بعد ماكو تفاعل تماما. الاشياء بعد تأثر على السيتنج تايم الريتاردرز والاكسلريترز اللي هي مواد كيميائية. ريتاردرز يعني المواد اللي تأخر، اكسلريتر مواد المسرعة. ريتاردرز يخلوها حتى يزيدون من السيتنج تايم، مثل عندنا البلو بوراكس والجام ارابكس. اكسلريترز تضاف على مود تقلل من السيتنج تايم، يعني تسرع من التفاعل تقلل من السيتنج تايم، مثل البوتاسيوم سولفيت. بعد عندنا خامس نقطة والأخيرة اللي هي الووتر تو باودر
ريشو حكيناها، قلنا كل ما يزيد الووتر طبعا تنتج عندنا مادة أضعف، وراح يؤدي إلى أنه الستيم تايم مالته يطول أكثر، يلا تصير ست، يلا تصير قوية. زين هسه احنا عندنا بيشنت خدنا له امبريشن ونريد نصب الامبريشن مالته، نريد نصب الامبريشن مالته. بما نصبها نصب كلمة نصب الامبريشن بالانجليزي pouring the impression، we want to pour the impression. if you want to pour the impression بما بالجبسون ماتيريال. زين الجبسون ماتيريال حتى نحصل على اقوى قوة اله حسب المانيفاكتشرر نستخدم طرق. مثلا عندنا اولا قلنا طبعا نسوي ميكسنج حسب وشقد ووتر شقد باودر حسب ما يقول المانيفاكتشرر. بعد شغلة ثانية شنو، انه نخلي ميكسنج ذا ستون باستخدام الموتورايز فاكيوم ميكسر اللي هو الميكانيكال ميكسر، مثل ما دا نشوف بالصورة وشفناها هذا قبل شوية شرحتها. شغلة ثانية اللي لازم نسويها حتى نحصل على ماكسيمم البيست ميكانيكال بروبرتيز، نسوي من نسوي بورينج ذا امبريشن نخليه على الدنتال فايبريتر فايبريتنج بلاتفورم. هذا من يسوي اهتزاز للامبريشن يخلي انه كل الفويدز شكو اير بابلز بيها تطلع، حتى يصير عندنا الماتيريال ما بيها اي بوروسيتي، ما بيها مساميه وتصير قويه. فهسه شنو حتى اسالكم بالامتحان اقول لكم تو ماكسمايز ذا بروبرتيز اوف داي ماتيريال ومينيمايز الاير انكوربوريشن اند فويدز، شنو نسوي؟ فانتوا تقولوا لي الافضل ممكن نسوي مانوال ميكسينج، الافضل نسوي ميكانيكال ميكسينج. يعني اذا ما عندنا مو مشكله نسوي مانوال ميكسينج، بس لازم نخليه على فايبريتنج بلاتفورم. اذا ما خليت على فايبريتنج بلاتفورم لازم انت يعني انت تضربه بايدك، وهذا الشيء يعني مو كلش براكتيكال ولا ناجح مثل لو انت تصب على فايبريتنج فورم. وها هي خلصة المحاضرة، اي سؤال رجاء سألوني، وشكرا جزيلا لاستماعكم.